انت عارف ان ملف الاكسل اسمه دفتر، يعني ورك بوك. لما بنفتح الملف ده او الدفتر الورك بوك دبل كليك، بيتكون من حاجة اسمها ورقة عمل، وبيتكون من عدة اوراق بتزيد او بتقل براحتك على حسب احتياج الشغل بتاعك. كل ورقة من دي بنسميها شيت او ورك شيت، تمام؟ كل شيت او ورقة بتتكون من مجموعة من الجداول الحسابية، وكل جدول عندي عبارة عن اعمدة وصفوف. كل عمود عندي اسمه بيكون عبارة عن حرف، الكولوم بيكون عبارة عن حرف، والصفوف اسمها عبارة عن ارقام، يبقى الرو عبارة عن رقم. التقاء الصف مع العمود بيكون معايا مربع بنسميه خلية او سل، واللي بيكون اسمها عبارة عن حرف العمود ورقم الصف، واللي بيظهر لي في النيم بوكس او صندوق الاسم.